كما أكدت من قبل وأؤكد لكم مرة ثانية، إنني لا أستطيع البقاء ثانية واحدة في تحمل المسؤولية على غير إرادتكم. واليوم وأنا أسترجع اللحظات الفارقة التي مرت بنا، وأستحضر في ذهني كم التحديات الجسام التي تواجه الوطن، وحجم الطموحات والتطلعات التي نريدها لبلادنا، فأجد نفسي أقف مرة أخرى حائرا أمام ضميري الوطني. وأقول لكم بالصراحة والشفافية التي تعودنا عليها، راجين أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية. تفضلوا استريحوا. راجين أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية ونيل ثقتكم مرة أخرى لفترة رئاسية ثانية.